وقال الناظم رحمه الله تعالى وغفر له لشيخنا وللمسلمين في باب النكرة والمعرفة: وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل، وصله واستلهاء سنه وما أشبهه في كنت والكنتما، كذاك خلتنيه واتصالا، اختار غير اختار الانفصالا، وقدم الأخص في اتصالي، وقدم ما شئت من انفصالي، في اتحاد الرتبة انفصلا، وقدم ريح الغيب فيه فصلا. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله محمد وعلى اله وصحبه محمد. قال رحمه الله: الاختيار قال المتكلم اذا تمكن ان يجيء بالضمير متصلا لا يعدل الى الضمير المنفصل، فلا تقول في كتبت كتب انا، ولا في كتبت كتب انت، ولا في كتبت ولا في كتبت كتب أنت، لا يقال هذا. فإذا قلت كتبت أنت فهذا تركيب آخر، التاء فاعل وأنت توكيد، توكيد آخر في اختيار لا يجيء المنفصل. ومفهومه أنه يضطر الشاعر أن يأتي بالمنفصل مكان المتصل له ذلك. قال بعضهم: وما أصاحب من قوم فأذكرهم إلا يزيدهم حبا إلي هم. أصل الكلام إلا يزيدونهم، الواو متصل جاء بمنفصل فقالهم. الثاني يقول: بالباعث الوارث الأموات قد ضمنت إياهم الأرض في دهر الدهار، لو قال ضمنتهم لا يزن البيت معهم، فجاء بهم جاء بالضمير منفصلة ولكنهم مضطرون. أنا أقول: وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل. ولبعضهم طرفة أعطي ملعقة ليأكل بها. فقال ابن مالك يقول: وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل، اليد متصلة والملعقة منفصلة. قال رحمه الله: استثناء من ذلك سل أو يفصل، ها أسلنيه وما أشبهه، سلنيه وأعطنيه واكسنيه، من كل فعل ينصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر، إذا نصب ضميرين لك الاتصال والانفصال. أنت تتمكن من المجيء بالضمير المتصل ولكن مع ذلك لك أن تأتي بمنفصل، فتقول أعطني أو أعطني إياه، أكسني أو أكسني إياه، سلني أو سلني إياه. وفي كتاب الله لم يأتي مثل هذا إلا متصلا. فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أريكهم كثيرا لفشلتم. وجاءت في غير القرآن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إخوانكم خولكم ملككم إياهم، لم يقل ملككم هم. أنا قوله: وصل أو يفصل، ها أسلنيه وما أشبهه، من كل ضمير وقع ثاني ضميرين ليس أصلهما المبتدا والخبر، أولهما أعرف من ثانيهما وليس مرفوعا، فإن قدمت غير العرف تحتم الفصل. فتقول سألته إياك، ولا تقول سألتهك، فإن كان أولهما مرفوعا تحتم الاتصال نحو أكرمتك. في كنته الخلف انتماء، إذا كان الضميرين واقعين خبرا لكان وأخواتها يجوز الوجهان، تقول الصديق كنته أو صرته. واختلف في الراجح، رجح السيبويه الانفصال، وابن مالك قال اختاروا الاتصال، وغيره السيبويه اختاروا الانفصال. قيل رجح السيبويه رأيه بقوله إن الثانية منهما خبر، ونصف الخبر أن يكون كلمة مستقلة. قال ابن مالك: إذا كان الأمر كذلك فنصف المبتدئ أن يكون كلمة مستقلة. كان عليك أن تقول: كان أنا إياه كنته، فصلت الثاني يفصل الأول. واضح؟ أنا قوله في كنته الخلف انتمى. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر وقد أراد أن يقتل ابن صياد: إن يكنه فلن تسلط عليه، إن يكنه. وصل عليه الصلاة والسلام. قال عمر بن أبي ربيعة رحمه الله تعالى: لئن كان إياه لقد حال بعدنا عن العهد، والإنسان قد يتغير فصلا. إياه. وكذلك خلتنيه من كل ضميرين وقعا مفعولين لظل أخواتها، الاتصال ممكن والانفصال مختلف فيه. يرى سيبويه رجحان الانفصال، وابن مالك رجح الاتصال، ورجح في غير هذا الكتاب الانفصال. نعم. فتقول الصديق خلتكه ظننتكه، خلتك إياه ظننتك إياه، كذلك خلتني. واتصالي اتصال أختار غير، وقدم الأخص في اتصالي، وقدم ما شئت في اتصالي. شيخ، هو قال أختار
دار اتصال بالمالك، دار الاتصال بمعمولي ظن ومعمولي كان. وقدم إذا أردت الاتصال قدم الأخص، والأخص التكلم ثم الخطاب ثم الغيبة، فتقول الكتاب أعطيتكه وأعطيتنيه، ولا تقول أعطيتهك، لا تقدم غير الأخص وتصل. فإن فصلت كما تريد تقول أعطيته إياك وأعطيتك إياه، وأعطيتنيه وأعطيتني إياه وأعطيته إياه، وقدم. وفي اتحاد الرتبة تلزم فصائل. إذا كان الضميران من رتبة واحدة لزم الانفصال، تقول يا عبدي أعطيتك إياك، ولا تقول أعطيتك وأعطيتني إياه، ولا تقول أعطيتني وأعطيته إياه، ولا تقول أعطيته هو. قال رحمه الله: وقد يبيح الغيب فيه وصلا، قال في غير هذا الكتاب مع اختلاف ما، على أن يكونا مختلفين، كأن يكون أحدهما مفردا والثاني مثنى، وواحدهما مثنى والثاني جمعا، فتقول زيد الكتابان أعطيتهما هو وأعطيته هما جاز، وتقول الزيدون الكتابان أعطيتهما هم أو أعطيتهم هما. قال لوجهك في الإحسان، لوجهك في الإحسان بسط وبهجة أنا لهما هو قف أكرم والدي. أنا أقول وقد يبيح الغيب فيه وصل أقرب. أراهمني أراهمني الباطل، هذا وقع فيه تقديم غير الأخص، أراهمني الباطل شيطان أقرأ. سيكون الاختلاف الإفراد والتسمية أو مثلا التذكير والتأنيث كذلك، هل يكون التذكير والتأنيث؟ لعله كذلك، لم أقرأ هذا مثالا، لكن لا مانع من أن تقول هندو الكتاب أعطيتها هو مثلا.